السلام عليكم بنات، السلام عليكم اخوتي وخواتاتي. جيت اليوم باش نوريكم كيفاش الشجره هكا وتقدروا تغرسوها وتنجح لكم يعني ينجح لكم الغرس ديالها بلا ما تخافوا عليها، لا تموت لا حتى شي حاجه. دابا هكا الشجره كما راكم تشوفوا معايا، هذه الكرمه هذه هكا، وغادي غادي نحاول باش هذه هي اللي غادي هذه الشجره هذه هذا العطش هذا كما راكم تشوفوا هذا هو اللي غادي نحولو للمحبق اخر. غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نديرلو باش يطلق العروق وهو باقي لاصق في مواه، يعني في الجدر الكبير، وغادي يطلق لنا العروق وغادي نحيدوه بكل سهوله، وغادي ينبت بلا ما يحتاج لا نشكو باللي غادي يموت ولا حتى شي حاجه. يعني هاد الغرسه هذه اللي غنوريكم بصراحه هي ناجحه 100%، وهاد الغرس هذا بصراحه طريقه اللي انا راني تعلمتها طريقه تركيه كيفاش الاتراك كيغرسوا الشجر ديالهم وما كي وما كيموت لهمش. يعني هاد العمليه هذه كدار لاي شجره في الشجر تقدر ديرها، وانا بصراحه راه عجبتني بزاف وطبقتها ونجحت ليا، كانت نجحت ليا مع هاد الشجره هذه كلها اللي كما كتشوفوا معايا. اسمحوا لي نصور لكم هكا عادي. هاد الشجره هي هادي اللي راها ولدت ليا الكرموس كما راكم تشوفوا، شوفوا معايا ها هي راها والده الكرموس. هذه اللي فيها راها كرموس، ولكن للاسف انا ما سقيتهاش وغفلت عليها، راها بدات كطيح، يعني ما نجحتش هاد المره هذه ما نجحتش كما راكم تشوفوا معايا. ها يعني كتحيد، مازال ما طابتش ولكن كتحيد. الباكور نجحت ولكن هذه ما نجحتش، يعني هكا كلها كطيح كما راكم تشوفوا معايا، هادو كلهم كيطيحوا. السبب ديالي انا ما سقيتهاش، خليتها حتى قربت يبس، حتى الوريقات ديالها مسكينه شو كيداروا نشفوا، وعاد داك الساعه بديت كنسقيها بصراحه نسيتها. وهذا علاش هاد الكرموس هذه ما راهاش ناجحه، يعني هذه غادي كلها تطيح، وراها والده يعني تبارك الله ولدت، ولكن كما راكم تشوفوا معايا يعني والده، ولكن كلهم غادي يمشيو من غير هذه اللي خضراء، كنظن غادي تبقى. ما هذيك اللي خضراء الخضوريه ديالها ماشيه الصفوريه، هادو كلهم غادي يطيحوا. المهم على كل حال انا غنوريكم داكشي اللي نتوما غادي تطبقوه على الشجره اي شجره ديالكم، وغادي داكشي يجي زوين وغتنجح لكم العمليه. قلت انا هذه اللي غادي نبدلها طلب من واحد الاخت في بلجيكا، الاخت خديجه اللي هي طلبت مني باش نوري لها كيفاش الشجره كتغرس. انا كنت ما غاديش نحيدها، كنت نخليها هكا، كنت غنخليها الشجره هكا، ولكن طلب الاخت اللي هي الاخت خديجه، هذا علاش انا راني بصراحه طلبتني وغادي ندير هذا البليزير هذا باش نوري لها. وقلت علاش لي ما نوري لكمش كاع كيفاش الاتراك التركيين كيغرسوا الشجر ديالهم وكينجح. المهم هاد العطش هذا هو اللي احتاجيناه، خلي نبين لكم هاد العطش هذا هو اللي احتاجيناه، هذا هو اللي بغينا يديرنا العروق ونبدلوه في محبق اخر. انا ما عنديش انا بحكم في الباطيمه ما عنديش التراب من غير المحابق، وهما هي هادو اللي غادي بحال هذا اللي راه مغروسه فيه، وغادي دير العروق وغادي نبدلوها في واحد اخر بلا ما تموت بلا حتى شي حاجه، غتبدل بالعروق ديالها. خليكم معايا وغادي نوريكم الطريقه كيفاش. الطريقه اللي هي اخوتي خواتاتي، هذا الامر كنظن كيعني بالرجال اكثر من العيالات. اخوتي كتحتاجوا سكوتش، كنحتاجوا واحد واحد النص ديال القرعه هكا مقطع، انا حليته هنايا كما راكم تشوفوا معايا، يعني حليته هكا. كنحتاجوا سكوتش اخر الى في حاله حيت، وكنحتاجوا هذا اللي غادي نلويوه يعني من بعد على هاد البلاست على هاد القرعه هذه. غادي نوري لكم الطريقه كيفاش. الطريقه هي اخوتي كتشدوا هاد العطش هذا، هو هذا انا غادي نشد هاد الموس وغادي نبدا كنجرح فيه هنايا، هنا غادي نبدا كنجرحو كيبان لكم. المهم غادي نبدا كنقشرو هكا كما راكم تشوفوا معايا، كنقشرو هكا شويه لتحت يعني هكا، انا غير كنقشرو وكنخليه ما كان يعني نحيد له غير ديك القشره، نجلف هاد الحيد على
على العظم هكا كما راكم تشوفوا معايا. يعني بحال اللي كنحدو غادي نقطوه، وانتم بلا ما تدخلوا لداخل، يعني بصراحه غير شويه هكا غادي تعرنا هكا. شوفوا معايا عطات الريحه ديال الشجر، عطات ريحه الحليب ديال الشجر. وانا هكا شفتوا معايا، نقرب باش تشوفوا مزيان. المهم انا راني ربطت هذيك العطش ديال الكرمه، راني ربطته باش هكا يبقى كيبان كيفاش غنديرو. غادي نشد هاد غادي نبعد شويه هكا، كنظن هكا كيبان مزيان. غادي نشد هاد القرعه اللي انا قطعت، وغادي نجي حتى لهنا وغادي ندير لها هكا كما راكم تشوفوا معايا. على فكره انا راني لما قطعتها حليتها بالموس، شوفوا معايا باش تبان مزيان. يعني هنا جيت حتى لهنا، جيت حتى لهنا في التقطيعه ديالها، ودخلت لها هنا شويه باش هذاك العطش ديال الشجره ديال الكرمه غادي ما يبقاش مزير. ها هو البلاصه ديال الصبع ديالي انا فين يخرج، هذيك هي البلاصه اللي غادي يكون عندنا فيها هاد الكرمه خارجه. هانتوما كي راكم تشوفوا معايا غادي ندخلو هكا. هكا هذا هو، هكا غادي يجينا ولا غادي يجي مسدود هكا. غادي نسدو عليه، اسمحوا لي، هكا راه كيبان كنظن مزيان. غادي نسدو، ها هي بقات لنا هذيك البصله اللي مجروحه، فين كاينه؟ كاينه عندنا لداخل في القرعه، يعني هي لداخل في القرعه كما راكم تشوفوا. التقطيعه جايني صغيره، غادي نكبرها شويه. وانا بعد ما كبرتها شويه انا ندخلها هكا، جينا داخله يعني ندخلها في هذيك البلاصه هكا، وغادي نسدو، غادي نسدو هكا بسكوتش. دابا مع الوقت ديال الصيف هذا، ولكن بحال غدا راه داخله الشتوى، يعني غادي يجي لنا البرد، والناس هادي يبغيو يغرسوا ويبغيو يديروا الجرادي. وبصراحه هذه الفكره هذه راها صالحه لكاع الناس اللي عندهم فيرما، اللي عندهم جرده، اللي عندهم كل شيء. انا درتها هكا راكم كما تشوفوا معايا، شوفوا مزيان يعني فين راها جايه داخله، ولا داخل لنا في هاد العطش لداخل ديال الكرمه. هنا غادي نلوي عليه ندلو عليه البلاستيك. كنظن بزاف ديال الناس اللي هما عندهم مع النباتات وداكشي راه فهموا شنو راني كنقصد، شنو راني كندير. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم. بعدا مسبقا انا هكا وغادي ندخل هاد البلاستيك كما راكم تشوفوا معايا. غادي ندخلها بحال هكا وغادي ندورها، يعني هادي تجي دايره هكا. انا عندي مشكل من حيت العطش جاي لاصق في الكرمه، غادي ندور من برا هكا، وغادي نحاول ندور على هاد القرعه اللي راني لصقتها هنا هكا. وغادي نزيد نعاود ثاني ندور هكا. كنظن راه كاع الناس فهموا القصه شنو فيها هكا. وغادي نجي حتى هنا نقطع هكا، يعني هذا منها غادي يشد لنا الماء، منها غادي يشد لنا ديك البلاستيك. كنظن هانتوما شوفوا معايا راه مفهوم، يعني ها راني انا سديتها نبعد شويه هكا باش يبان لكم مزيان. ها انا سديتها، ولكن هنا غنزيد لوي عليها سكوتش. سكوتش علاش باش من سكوتش علاش باش من باش داك البلاستيك ما تمشيناش مع الماء مع الشتاء، غادي تبقى هكاك ما غادي يوقع لها والو. الا شفتوها كتفسخ لكم على حسب سكوتش ماشي مزيان ولا، رجعوا عاودوا لها، غير انتما غير سكوتش، تعاودوا لها حتى حاجه اخرى.
منك تصير ما عقلتش هكا. كونوا عليا في هذه الطريقه هذه باللي لها الطريقه واعره واعره واعره. هذه الطريقه هذه انا ما شفتش صراحه المغاربه كيديروها، ولكن غادي تعجبهم، غادي تعجبهم الفكره، وغادي كنظن هكا الغرس كيكون ناجح 100%. يعني ما كيوقعش داك الغرس حتى كتغرسو كيموت. بالنسبه للناس اللي بغاو يغرسو الغرس ديجا واجد، راهم عندهم واحد الشجره عجبتهم وبغاو ينقلو منها ما عرفوش الطريقه كيفاش وخافوا لي يحيدوها وتموت. هذه الطريقه بصراحه يعني ناجحه، بلا ما تحتاج تخاف بلي راها غادي تيبس ولا، وفي نفس الوقت كتحيدها بالعروق ديالها، يعني الشجره كتحيد وهي واجده. صافي هكا اخوتي اخواتاتي، انا كنعني الرجال بزاف، علاش؟ من حيت قليل العيالات اللي عندهم مع الغرس هكا. وغادي نعمرها من الداخل بالتراب كما راكم تشوفوا، كنعمرها من الداخل هكا بالتراب، وغادي نبقاو نسقيوها كما كنسقيو الشجره. غنسقيو هنا ما نساوش هذه البلاصه، من حيت هنا غادي تربوا لنا العروق. فهاد التراب هذا غادي تربوا لنا العروق، يعني ديال هاد العطش هذا باش غنحيدوه. صافي هكا غادي يعني نعطوها مده شهر شهر ونص. هل النقله ديالكم واجده؟ يعني هالشجره واجده، يعني بلا ما تحتاج تعيو راسكم. صافي هكا كما راكم تشوفوا معايا، صافي هكا. وها هي الشجره الثانيه عندنا لاصقه فمها، وميمطو عندنا يعني كرمه هي كتوجد وحتى تطلق العروق على خاطرها. باش نعرفوها طلقت العروق يعني هنا غادي تبقاو، اما غادي تشوفوا هنايا انا درت سكوتش ما كيبينش بصراحه، ولكن انا نعطي لها شهر شهر ونص غادي نحل عليها، غادي يبان لي هنايا العريقات. صافي غادي نجي نقطعها من هنا من التحت، غنكملوا من بعد لما يديروا لنا العروق، لما دير لنا كرمه العروق غادي نكمل معكم الفيديو. نتلاقاو هنا نتلاقاو من بعد العطله ان شاء الله، العطله الكبيره نتلاقاو في شهر 9 ان شاء الله. دابا راه حنا في الاخر شهر 7، نتلاقاو في شهر 9 ان شاء الله. هذه هي الشجره اللي راني غرستها، ودابا غادي نفسخها من حيت راني ديجا ربطتها باش غرست، باش درت لهذاك الاخر انا ربطتها هنايا الفوق، ربطتها هنا بالسكوتش باش ما صراحه غادي نحيد السكوتش انا غير باش ما تبقاش هكا كتجيني قدام الكاميرا. صافي انا حيت السكوتش، ودابا غادي نتلاقاو هنا واحد الشهر ولا شهر وشهر وشي حاجه هكا نتلاقاو باش نشوفوا الشجره ديالنا كيفاش غادي ننقلوها وكيفاش طلقت لنا العروق. السلام عليكم ورحمه الله.